أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بيكم النهاردة بفيديو جديد معايا عن توقعات الأبراج. أنا مريم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتوا مستنين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. أنا بكبر بيكم ومعاكم. توقعات برج الجدي الأحد 12 سبتمبر أيلول 2021. توقعات العلامة الأولى مواليد 22 ديسمبر إلى 31 ديسمبر. العمل الآن في غاية السهولة بالنسبة لك، ولذلك يمكنك تخصيص وقتك لمهام أكثر أهمية، ولكن تأكد من عدم فقدان التركيز على الهدف. العلاقات الأسرية متناغمة في الوقت الحالي، ويرجع الفضل في هذا إليك أيضا. الخلافات القديمة بينك وبين من تحب يجب مناقشتها الآن، وسوف تتمكن من حلها بسهولة، ولذلك سوف تكون سعيدا بنفسك، لكن اتخذ الإجراءات الاحتياطية من الناحية الصحية للاستعداد لأوقات صعبة قادمة. توقعات العلامة الثانية مواليد 1 يناير إلى 10 يناير. في العمل أنت ذو تأثير مهدئ، ويلجأ إليك الزملاء لطلب النصيحة والمساعدة، وما أحسن هذا بالنسبة لثقتك وإيمانك بذاتك. تستطيع مواجهة أي شيء بسهولة، لكن لا تنسى أقرب الأمور إلى قلبك، لأنك عندئذ سوف تمر بتجربة التناغم الكامل مع أحبائك. حالتك الصحية ممتازة، ولكن قد تتحسن أكثر من خلال الأنشطة الرياضية. هذه هي إحدى طرق الإعداد لأوقاتك الصعبة القادمة. توقعات العلامة الثالثة مواليد 11 يناير إلى 19 يناير. حتى لو جاء النجاح بطريقة طبيعية في العمل، يجب أن تستمر في الاحتفاظ بسلامتك الداخلية وأسلوبك المتواضع، وبهذه الطريقة تستطيع الاحتفاظ بصداقات العمل. اسمح لأحبائك بالإحساس بدفء عاطفتك. أنت تفهم أن الخلافات القديمة لا تهم في الوقت الحالي، بل إنها لم تكن تهم على الإطلاق من قبل. دلل نفسك وجسدك عن طريق أخذ فترات راحة كافية، بحيث تستمر صحتك جيدة لفترة أطول. توقعات برج الجدي عامة. استعد لسوء الفهم الذي سيجعلك غاضبا. هناك احتمال لتعقيد العلاقات في عائلتك. إذا كنت ضعيفا عليك أن تواجه فترة من الصعوبات، لذا قوي نفسك بالصبر. نجاحاتك مضمونة إذ لم ترتكب أخطاء بسبب قلة انتباهك. هذا هو الوقت الذي يتعين عليك فيه التفكير في الجوانب الأكثر عملية ومادية لوجودك اليومي، والتي ستساعدك في إطفاء الإحساس بالمنظور والذي قد يكون بالضبط ما تحتاجه. هذا هو الوقت المناسب لتوجيه أموالك نحو شيء ذو معنى، شيء سيساعدك ويشجعك. الاهتزاز الصادر من الكواكب على ترتيب نزهة في مكان جميل لتجنب التوتر. لا تتورط كثيرا في حالة الأخبار غير السارة، قد لا تكون الطاقة النجمية تحدد الأهداف. عاطفيا، بالنسبة للممثلين الذين يحملون هذه العلامة، ستكون الفترة ساخنة وأحيانا جامحة. ستكون توقعاتك للحب عالية، وتريد كل شيء الآن على الفور. أنت تحت تأثير العاطفة الشديدة. ابحث عن معارف جدد، لكن أسس بحثك على التشابه الفكري. قم بتأجيل اتخاذ القرارات المهمة لأنك مرتبك، ونفاذ صبرك، قد لا تكون تلك القرارات الصائبة في المستقبل القريب. يمكن لحدث ما أن يحدث فرقا كبيرا ويدفع نحو إنشاء بعض التغيرات المثيرة للاهتمام. السفر الآن سيكون جيدا لك. ابدأ في تحليل دوافعك لتبني أنماط معينة من السلوك من أجل تكوين منظور جديد. الفترات متوترة، لكنها مع ذلك
تسمح لك بالمشاركة في التفكير فيما كنت تخطط له لفترة طويلة. كن حذرا بشأن الاقتراحات التي لست واثقا بها. مهنيا، أولئك الذين يعملون في الصناعة والخدمة ليسوا محظوظين، ويمكن أن يتوقعوا مشاكل مع المنافسين، وقد يبدو النجاح والحظ السعيد بين قوسين. سوف تميل إلى بدء أنشطة جديدة قبل الأوان، والتي قد لا تكون مثمرة كما تأمل، لذا تحلى بالصبر في الوقت الحالي. سرعان ما ستشعر بالنشاط والحيوية والرغبة الكاملة في العمل النشط. حلل كلمات معارفك الجدد حتى تتمكن من تفادي خيبة أمل أخرى. هذا هو الوقت المثالي لترتيب نزهة. لا تقم بإجراء أي تغيرات حتى بعد التفكير الدقيق. ستستفيد بالتأكيد من وضع الخطط للمستقبل. ومع طاقة الكواكب الحالية، كلما كانت أكثر تفصيلا كان ذلك أفضل. استعد لمحاولة الاحتيال المالي، والتي قد تكون قاتلة لاستقرارك إذا سمحت بذلك. جعل الأمور أفضل هو أمر متعلق بيدك. تمالك أعصابك ولا تتهرب من المسؤولية. صحيا، استمع إلى بعض الموسيقى واستمتع بوقتك. لا أحد سيكترث لك إن أصابك مكروه، لا سمح الله، فانتبه لنفسك. توقعات برج الجدي للرجل. استمع لعقلك اليوم وضع طيبة قلبك على جنب. الحياة تطلب مننا القوة والجراءة لكي لا تضيع بالأيام دون تقدم. من المهم أن تجعل المصداقية والتفكير المنطقي على رأس أولوياتك اليوم في التعامل مع أي شيء، وتركز على الحقائق الملموسة التي تملكها فقط، وتتجاهل أي شيء آخر من التخمينات والمعلومات غير الموثوق بها. وانتبه للأخبار المضللة التي قد تدفعك لاتخاذ قرارات خاطئة. توقعات برج الجدي للمرأة. لديك الكثير من الطموح، لكنك لا تجدين شيئا. حاولي ممارسة نشاط ترفيهي فترة مفعمة بالحيوية العاطفية. في الزواج، توقعي انفراجات في حياتك المشتركة في أواخر الأسبوع. أما إذا كنت غير مرتبطة فاستمتعي بأوقاتك، إنما للدراسة خطواتك بحكمة قبل أي التزام. صحيا، تنعمين بطاقة عالية وإيجابية، وعليه تجنب الإخفاق في نظامك الغذائي. توافق برج الجدي اليوم الأحد مع برج القوس ومع برج الحوت ومع برج الدلو. أرقام الحظ لبرج الجدي اليوم الأحد 16 30 62 88.